وبعدين شو صار معك؟ هاي كل القصة كلمة كلمة. أنا أحب أظلم حدا؟ لحتى تعرف يا أستاذ أنه أنا رجل شريف ومحترم. أستاذ أنا مو خرج الشغلات بنو لميدك. عفواً عفواً أستاذ أنا عفواً. هيك لك أنا أفهمان عم تتفق علي أنت ورفيقك مازن بسيطة بعده هيك أشوف أمشو قدامي لأشوف لك ميدك العمر أشعر. نعم علي. بتروحين عند معزام هي وسمير يطالعوا كل شيء موجود بالرحلة برات الأوتيل. حاضر. ترى واحد مطعم ميكانيكي هو يشتغل بدل ما يطلب صحن فول طلب صحن دبرية. اسمعوا له أنا ما بيشرفني بأوتيلي يكون واحد حقير مثل حكايتك فهمت ولا لا؟ خير شو صار؟ ما بتعرف شو صار؟ وعامل حالك غشيم كمان؟ هلا بطل بغلاطة بتطلع برات الأوتيل قبل ما أطلب لك الشرطة. أنا ما بسمح لك تحكي معي هيك حكي. صحيح أنت قريب رفيقي بس مو يعني تحكي معي هيك حكي. بقى خلص واعترف حالك. أنا بخلص يا علي للضمير والوتين. أنت وين مالك أنت؟ هلا ابو سطيف كنت سالته شو هي الاكروبات بجوز طبخها اليوم. يعني بتعرف تتشقلب؟ بس على التخت. على فكره انا عندي فرقه قريبه لفرقه السيرك، شو رايك تضمك لها ونصير نعمل حفلات للاولاد ببيروت؟ لا اخي لا انا على لبنان على بيروت ما بروح. ليش اخي؟ ما بعرف بحكي لبناني. طيب اذا شلنا المزح على جنب، بتقدر تقول لي لشو من شو رجلك هيك؟ بعدين 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 روح. I'm
الله يوفقك يا ربي يا حفيد عم جدي اخ قالت عليك القربه صرختي فخر بعمري ما اكلت مثل الفلاح بسيطه اذا ما بخليك تبوس ايدي ما بكون انا فهمان ابدا مو فهمان اخ اخ ضغطه هلا ماله عالي كثير بالنسبة لسنين، يعني في نوبل عنه طبيعي، يعني قديش؟ 14 اها هذا نزل وقت عطيته أربع حبات، تصور عطيته أربع حبات وما كان وجع راسه، لذلك أنا اتصلت فيه. دكتور راسي راح ينفجر يا دكتور. المريض عنده مشكلة ثانية شو؟ مثل شو أي مرض ثاني سكري مثلا. هو دكتور كل أمراض الدنيا عنده. وشو عم ياخذ لهدول؟ اتفرج كل يوم ببيع صيدلية. دكتور دخيلك إذا بتقدر تخفف لي الدواء ما تتبخشت بالحبوب. طيب دكتور شو رايك انه وقف له دواء السكري؟ لا ما بيصير، بعدين بيصير معه تصلب شرايين وممكن تيجي جلطه من القلب. خلي السكري خلي. طيب تبع الربو. لا وهيك ما بيصير، مستحيل بعدين بيختنق. خلي الربو خلي. لك يا اخي البروستا كمان لا، لانه بعدين ما بيعود يقدر يتبول. قولي خلي البروستات اخ يا راسي. شو رايك تقمله يا يخرب بيتك؟ حدا بيعيم راسه. لك مو راسك، الوجع يلي براسك يا اخي. شو بنا؟ اطمن يا استاذ، انا هلا راح بعطيك ابره بتخفف لك وجع راسك وبتخليك على العال. عاد يا ريت دكتور تعطي شيء ابره هيك يرتاح فيها على طول، يعني خطيه لانه يلا. معزام قال في حقوق الإنسان مو فلق، أنا عظمي يا نعم عيوني يا أخ، ما في غير شهد الحنوني. أخ يا رجلي يا أخ يا العافية. الله يعافي قلبك، يعني بهالإبرة بروح وجع راسي إن شاء الله. دكتور ممكن يكون يعني من العياط والنرفز يوجعه راسه؟ ايه ممكن، ليش كان النرفز شيء؟ ايه لانه نقر واحد فلقه يمكن طاق له شعرق براسه. اخ 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 يا اخي اخ الله يوفقك يا خفيف. اخ اخ يا خفيف اخ على الفلقه القرايبي قال بسيطه الا الايام ما تجي وفرجيك انا مين مقامك. اخ اكيد سمعني مين؟ انا رجاء. فوت اشعر فوت. اخ يا رجلي يا اخ. خير خير خير. شبك فهمان؟ صحيح مثل ما سمعت؟ شو سمعتي؟ رافعينك فلقة. ايه رافعيني فلقة مزبوط. خفيف خفيف اللي رفعني فلقة. نعم روي قتلة بتفوت ولا حدا بيموت. أكلة بتقول من وين بدت الأكلة؟ قتلة مو أكلة. قتلة الله يطعمك إياها يا سمير يا دساس. هو السبب، هو اللي دبر لي الفلقة، راح فسدنا خفيف. إيه 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 أخ يا رجلي أخ يا رجاء شو عم يجعوني. سلامتك روي. اتركي اليوم. أنا أفرك يا لا صحيح أنت مو أنت، لا أنا أفركه. أخ شلون أخلي أساس خفيف؟ الحمد لله يبدو الإبرة اللي أعطاني إياها الدكتور أخذت مفعولة. الحمد لله الحمد لله. وجع راسي راح بس الحزقة الحزقة ما كانت تروح لك يا سمير. يا بيي قل لي شو كتب لك الدكتور بالراشيتة؟ وصف لك 3 أدوية بعد تجيبهم. لا لا تجيبهم دخيلك، ما عاد تستحمل ولا حبة. أنا هيك شايف كمان. ولا لك جيبهم سعرهم بسعر الدواء. لا شو سعرهم هدول أغلب كتير. ولك يا غبي سعرهم يعني مثل بعضهم البعض. ها ايوه ايوه. لك جيبهم أحسن ما يصير عندي مرض مزمن بعدين. بعيد الشر عنك بعيد الشر عنك. اللي لشوف. نعم. وين راح فهمان؟ لك 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 لا شو بيصير فهمان هلا هلا بتعصب من أول وجديد. الدكتور تعصيبك ونرفزتك كلياتها من فهمان وما بتواتيك. هلا بتتذكر فهمان بيطق لك شعر براسك نشتغل من أول وجديد. طق رقبتك إن شاء الله. روح للمعزام جيب لي كاسة المناضع. أمرك 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 صحتين صحتين. يا بياخ مرحبا.
شكرا شكرا. استاذ سمير اوعى والحمد لله على السلامة، اوعى وان شاء الله تاكل عظامة. شوف رحنا شوف رحنا، وانا شو قلت لحالي يا بنت، استاذ سمير مو معقول يستحيل يتحركش بالبنات، مو معقول يحط لك حمى يا ابو الصيف على طول بتوعى بتتمركع. انا شو قلت لحالي يا بنت، مو معقول شو الحكي، استاذ سمير مهذب ومربى ببيته وبيئته صح، لا يمكن يتحركش ببنت اختي على هيك بنات. شكرا لكم على كل، شكرا. العفو. وانا مالك على يمين، مالك على يمين يا استاذ سمير، انه زعلت من كل قلبي، ولما سمعت خبري قعدت ابكي مثل الاولاد الصغار في المطبخ، حتى سالم عزام صعي بكي. يي بكي لهنا لهنا. بس هلا فرحان من كل قلبي لانه سمعت خبر براتك يا استاذ سمير. على كل شكرا، شكرا لكم كثير. شو شكرا ومكرا، قال بده يكتفي بشكرا، انت لازم ترفع قضيه على مشرف الرحلة وعلى البنت وعلى فهمان، لازم تطالب بشرفيتك انت يا ام عزام. ما بده دعاوي، والحمد لله الشغلة انقضت على خير، والمسامح كريم. شوف شوف شوف، قال مسامح كريم، هو ما شك انه مسامح كريم، بس انت لازم ما تسامح حدا، ما بصير. انا مو زعلان غير على الاكل اللي كنت عم ببعث له اياه، ان شاء الله كل لقمة اكلها تعمله تلبك معوي ونفخة، مو بس لحاله ينتفخ هو واللي شمتان فيني. بعيد ان شاء الله، بعيد بعيد ان شاء الله. بعيد من هون الله لا يعطيكم عافية، شو واقفين عم تعملوا معي هون؟ صار لكم ساعة عم تقروا تاركين شغلكم. اي ما بدنا نبارك لك برجعتك لعنا بالسلامة، شبك شو. الله لا يبارك فيكم، انا ما بدي حدا يبارك لي، كل واحد على شغله. قلت لك؟ قلت لي. على شغلك انت وياه؟ تعال عين. وانت حيو كمان. نعم استاذ سمير، انت اكيد زعلان من فهمان ما هيك؟ بدك صراحه زعلان منه ومقروق كثير. يعني هو انت معك حق تزعل، بس يعني مثل ما قلت قبل شوي المسامح كريم. ها شو قصدك؟ يعني قصدي يعني بركي هيك بنجيب فهمان لعندك ونخليه يعتذر منك، وانت بقلبك الكبير بتسامحه. يعني ما حلو يا استاذ سمير نكون كلياتنا بقتل واحد وكل واحد منا زعلان من الثاني. ها ايوه بصير خير، بصير خير. استاذ سمير في شغلة تانية إذا بتريد. نعم تفضلي. الأستاذ خفيف أكيد هلأ مقهور من فهمان وزعلان منه كتير، وعلى الغالب رح يقلعه من الأوتيل. يعني بركي هيك بما أنك قررت تسامحه أنك تطلع لحق عند الأستاذ خفيف تحكي معه كلمتين مشان يسامحه لفهمان. حرام يا أستاذ سمير، فهمان درويش وحرام نقطع برزقته. إذا حصل وطلعت عند الأستاذ خفيف وتواصلت له وحصل أنه الأستاذ خفيف وافق يخليه بالأوتيل، شوفي لقلي انا في شريطين بمخي مزلطين، يعني مكنطقين سوا، عاملين كونتاكت والشرار عم يضرب لفوق، فعلى مسؤوليتكم. ها اذا بيقرب علي فهمان بعد مو حياته. خلص سمير خلص، اذا على كفالتي على كفالتي، خلص على كفالتي على كفالتي على شغلك. استاذ سمير. نعم انت الثاني. نعم ان شاء الله بدك تقولي لي مبروك. شو عرفك انه بدي لك مبروك؟ لانه اليوم الموضه بالاوتيل هيك. لا انا بدي خبرك خبريه. خبريه؟ شو؟ متأكدة؟ ايه يخرب بيته. الله يعلقك بايد المساعد وحيد ويرفعك فلقه اصعب من فلقتي. اخر شيء اخ دايخ، انا دايخ. اخ يا ريش، اخ ولي ما بيكفي الفلا حتى انا ادرجلي. اخ سخني المي. اخ الله لا يوفقك يا فهمان. نعمة ما صدقنا انت اجت الرحلة لعنا. قال شو عم بنتفق مع رفيقه منشان يجيب لنا رحلات على طول، تاني عم بنتفق مع رفيقه على شغلات تانية من وراي. شو ساوي فيه؟ لك فلة وطعميته، ما في غير اذبحه واخلص منه. شاد وين ضرب السخن هلا؟ عفوا استاذ مين بتقصد؟ لك فهمان، فهمان المنجي. فهمان رجليه مجعوفة، فطلع على غرفته يرتاح شوي. عم بيرتاح؟ انا بدي رايحه على الخالص، بعطيني ورا فورا. ولك ايه هلا؟ لك يزحف زحف كمان. حاضر استاذ حاضر. ايه هلا هلا. الاستاذ خفيف معصب كتير 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 وبده فهمان يطلع لعنده هلا. خبري خليه يزحف لعنده زحف.
سمير ممكن توقف محلي شوي قبل ما اطلع احكي مع فهمان يعني هيك شي كلمتين قبل ما يفوت لعند الاستاذ خفيف؟ تفضل اطلعي لشو شو بده يطلع معك. مين؟ انا شهر. ايه ودي الباب مفتوح. اخ يا رجلي. اخ يا رجلي اخ. كيف صرت هلا؟ تعبان. سلامتك ان شاء الله. الله لا يوفق لخفيف على الفلقه، مو بس رجلي عم يجعوني من الفلقه، حطيت رجلي بالمي السخنه حتى لقيت رجلي، اخي رجلي اخ. معافى ان شاء الله يا فهمان. يعافي عمرك. فهمان انا جاي اعرض عليك اقتراح. نعم؟ اقتراح. اي شو هو؟ يعني شو رايك تقوم معي عند استاذ خفيف وتحكي معه كلمتين حلوين يعني يا فهمان وتحاول تمتز غضبه، اكيد بسامحك وما بقلعك من الشغل يا فهمان. أنا فهمان، روحي اعتذر لخفيف، فشل، اطلبي لي الشرطة، اطلبي لي الشرطة عجلي. تكرم عينك رح اطلب لك الشرطة، بلكي بتجي لهون وبتعمل تحقيق بكل شي صار، من وقت اجت الرحلة لوقت اللي راحت، وبتقبض على المذنب وبتعمل له فرقة مرتبة بالمخفر. لا، شو؟ فرقة؟ مرتبة. لا لا، هات إيدك، ساعديني، بعتذر بعتذر. من الأول. إيه، على ما فيك ها؟ أنا ما بقدر أمشي، ساعديني إيه؟ ادخل. تعال يا فهمان تعال. تعال وقف اسمع يا فهمان. صحيح انت حفيد ابن عم ابي. الله يرحمه. الله يرحمه. شو كنت عم بقول؟ كنت عم بتتذكر افضل والدي عليك. ايه. تعيش وتترحم. تذكرت. اسمع يا فهمان. نعم. صحيح ابوك له افضل عليه وما بنسى له اياها بحياتي. بس انت هون بالاوتيل ما ممكن تضل مستحيل يعني. ما في شيء مستحيل مع الاراده الصلبه. فهمان لا تاخذ وتعطي معي. الله يرضى عليك. ضغطي ارتفع. بقى الله يرضى عليك. احمل اغراضك وافرقني بريحه طيبه. هلا هذا اللي طلع معك؟ نعم سيدي هذا اللي طلع معي. إذا المي ما عم تنزل يعني طيب عليكي صابون فهمت هلا ببعث لك عشاء طيب طيب اختي طيب طيب خلص اختي خلص انا طالع عند الاستاذ خفيف خليك هون شوي يا رب تمضي هالقصه على خير يعني هو فهمان صحيح مش كلجي بس قلبه طيب تضرب انت ويا الاسف ماك فهمان عم بتسبني الي؟ ايه سيدي عم سبك الي بس خفيف سمعت سمعت له سمير عم يسبني عم يسب واحد من عيلة الملجئ قدامك خلي بطل مفوخ مفوخ ولا لا ايش مفوخ لحاله لك لا تكبسه هلا بتبص عيونه ما تغرق خليك بعيد مو متعلم شفت انه انا دكتور وفهمان؟ فهمنا فهمان بس شلون روحتها يعني؟ ما بعرف قل لي ليش؟ ليش؟ لانه ما بعرف فهمان شلون عم تطبقها طالما ما بتعرف؟ بل ايش شايفني دكتور انا تمك؟ راحت دكتور تعال هلا فهمان تعال هلا شو رايك؟ ترجع طالما انت روحت له الحزقه هيك تحاكيه بلطافه بركي بيحن قلبه عليك وبيرجعك على الاوتيل لهون وانا بساندك بوقف لجنبك ها انت شو مصلحتك من هالكلام؟ حنيت عليك يعني فاعل ما دخلك ما دخلك انا بيني وبين عيلة المنجي نحن قرايبين بنحل مشاكلنا بين بعضنا لا تتدخل لا تتدخل بين البصله وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها خليك بعيد تفضل روح حل مشكلتك لحالك روح حبيبي روح هلا روح قرايبي انا طالما قررت انه انا تقلعني برا الاوتيل بيني وبينك قبل ما يعني تقرر بجوز تندم ها لانه بجوز تموت موت يخرب بيتك طبعا بجوز تموت لانه اذا اجتك الحزقه مين بده يرجع يداوي ويرجعك مثل ما قلت غيري انا فاسمع مني اعتذر لي ورجعني خليني بالاوتيل عندك وقف يا فاسد كيف بدي اعتذر منك وقف ثلاث مرات يا طبيب ثلاث مرات اقول لك يا احمد
اطلب لي الدكتور فورا. امرك امرك على راسي يا حمار. امرك امرك. قال شو طلع من الاوتيل؟ انا بعد ما تركت طلعت الزويتيني وتغربت وعرفوا كل رفقاتي انه فهمان سافر للعمل ولقيت وظيفه. اكل شارب نايم مبسوط حمام ما يسخني. يوم ايه يوم ايه يا حبيبي. وشهد شهد بتسوى دمعة العين بتسوى الترين. دخيل قلبك كان اترك قال بردت المي. ايه والله طق عينك يا خفيف ماني طالع. كيف صرت هلا؟ الحمد لله راحت الحزة. الحمد لله. بس دكتور انا خايف ترجع لي الحزة بعد شوي. لا لا اطمن ان شاء الله ما بقى ترجع نهائيا. على كل انا راح بكتب لك على كم دواء ما بقى ترجع نهائيا. لا دخيلك بطني صار مستودع عدوية. طيب طيب يا سيدي اهدى وارتاح وما تعصب ما بترجع لك الحزة. شو هذا شغلة مثل السحر؟ اجته الحزقة ضغط على بطنه راحت الحزقة. شو علاقة هي بهاي؟ شوف يا سيدي المسألة باختصار شديد انت المفروض تنبه العصب الحائر بهالحركة هاي حتى تسيطر على الحزقة. الحائر؟ نعم. طيب دكتور اذا انا كلياتي حائر وجتني الحزقة وين بدي اضغط؟ ما شاء الله انت كلياتك عصب. انا عصب ما هيك؟ نعم. حبقول لحالي ليش ما بتجيني الحزقة؟ هذا السبب دكتور. نعم. في شغلة بدي اقول لك يا خجلان يعني بس. لا لا ولا يهمك قول. تفضل معي. ليكون اخرتي قربت وما بدهم يقولوا لي قولي. اجت اجت الحزة دكتور. الحمد لله دكتور. شكرا يعني بدي اطلع اطمن عليه. ايه شكرا كثير دكتور. شكرا لك كثير دكتور. عذبنا جبناك بالليل يا سيدي. العفو عادي. على كل اذا رجعت له الحزة جرب انت تروح له اياها بنفس الاسلوب اللي علمتك عليه. اما اذا ما راح تصل فيني باي وقت وانا جاهز اروح له. شكرا كثير دكتور. شكرا. تصبحوا على خير. وانت من اهله. الله معك. شرفت دكتور. شكرا لك. مع السلامه. طب ليش صار؟ ايه شو صار؟ شو قال الدكتور منيح صار مو منيح مثلا؟ حسان؟ ايه استشير بشغله. استشير عيوني. عجبك؟ هذا الدكتور ما عمل شيء اكثر من اللي عمله فهمان. معناتها فهمان كثير بفهم بالدكتوره. ايوه يعني هلا صار منيح؟ هدي يعني. ايه منيح يعني نحن بنقدر نطلع نشق عليه ونشوفه. شو تشق عليه؟ الرجل مشقوق ما صدقنا امتى هدي. بكره بنشقوا عليه. استاذ سمع عم نحكي مضبوط يا معزال. بكره بنشق عليه ونشوفه. نحن المفروض طمنا نرتاح. ايه بعدين شو عم نسوي انتوا اثنين هون ما تروحوا على شغلكم؟ رهبين اللي قال عجبك بدي استشيرك مو هو. عجب؟ على شغلك انت وياه احسن ما يطلع خليع. كنتك لك كبير انت يا استاذ سمير. كبير مو شنتير. لا كبير. والطنجره الكبيره تسعه للهالالف الصغيره. مين جاب الطنجر؟ انت بصوت راجل. اكيد انت بصوت راجل. راح جرت البس راسك وراسك على شغلك انت وياه احسن ما يجيك على جنبك. ما بعرفيني لا عم تستشيرني. روح جنيتك جنيتك. شنيت ولا ما جنيت؟ لا هذا خفيف لا عاد فرق معه أبي لا عاد فرق معه وعندي من جري. شو بيساوي شو بيساوي؟ أيوة أحسن شي يروح لعنده على المكتب بوس إيده وبركي بهن قلبه علي برجعنا هالشغل. مظبوط. الشيطان مظبوط. هذا اللي طلع معي بدل ما كحلة عميت. مظبوط شهد. نعم. ليش انت ما بتساعديني وتروحي معي لعند استاذ خفيف؟ انا بعتذر لو وافقت بس بيني وبينك اذا ما رجعنا شغل بدي جنة. لا اذا ما بشوفك كل يوم بدي طق. لا امنا من العواطف. مشي معي لعند الاستاذ خفيف. خليني اتواصلت لك بركي بيسامحك. يا ريت يا ريت يا ريت. بس اسمع قبل ما نروح. نعم. هذا تمك ما بتفتحه. ايوه يلا شري خلصنا. ادخل. انا امشي على مهلي.
أنا مهنة. يعطيك العافية أستاذ خفيف. الله يعافيكي. شلونك هلا؟ إن شاء الله جديد. ماشي الحال. الحمد لله. فهمان يا أستاذ خفيف حس بغلطته وجاي يعتذر منك وبيوعدك إنه ما راح يكرر غلطه مطلقا، فأرجوك يا أستاذ خفيف تسامحه وتعطيه فرصة ثانية. على كفالتك. على كفالتي أستاذ. ماشي الحال. أنا راح أعطيه فرصة ثانية وجربه. شباك ولك شباك ولك حاجة ما هربتني. خلينا إياك. اسمعي شهد. نعم أستاذ. بتقولي لسمير يخصم حق الأكل يلي طفح رفيقه من معاش فهمان. لا يا أستاذ خفيف، هذا اللي حرك وزعجك؟ حط الأكل على حسابنا؟ يا عمي شو عليك؟ خليتني ازعل منك. قلي ليش؟ ليش؟ لانه ما في بعيلة المنجعي واحد بخيل. انت لمي طالعي ما بعرف، كل عيلة المنجعي كرامة واكابر. انت بخيل؟ ليش؟ ما بعرف. هني 2000 ليرة رافعين طقطق وموجعينك راسك ومنسينك شو اسمك؟ 2000 ليرة؟ يا حيف عليك يا حيف عليك، على كل اذا هني بعينك شهد بتدفعهم. نعم نعم. شو تفضلت؟ انا ما دخلني ما بدفع شيء. شو ما بتدفعي؟ مو على اساس يا شاطره فايت انت بدل الصلحه هيك اللي بده يفوت هيك فوت بده يكون قدها. شو ما حضراني مسلسلات بدويه ما بشوف شيخ القبيله شلون بيحط ايده على صدره وبيقول يا الربع ها يا الربع ها ترى مالي وحلالي فدوه لكم بس انتم تصالحوا يا خفيف. نعم. قديش لك عند فهمان؟ 1000 2000 100 200 تاخذهم على دوز زباره. يقوم هون خفيف وينتفض نفضة واحدة ويقول يعلم الله يا شيخ انك كفيت ووفيت واشهد يا الربع من اليوم ورايح اني مالي شيء عند فهمان المنجعي. اي يقول الشيخ بعدها تسلم يا خفيف. هلا هلا بيك. اقعد. تسلم يا خفيف والله انك نشمي ومزيون والله وانت ابن ناس وكابر. اي يا شهد يعانك يا عمي. اذبحي 5 خرفان لجل خفيف وفهمان. اي اذبحي اذبحي. تأخر يا عم الشيخ. روحي من قدامي. سمعت يا خفيف ويش قال الشيخ؟ اي اذبحي الخرفان يلا. وبعدين شو بيصير؟ خلصت الحلقة الأولى. اي شو بيصير بالحلقة الثانية؟ يصير صلح وتبويه الشوارب. اي اسمح لك. شو؟ ها يا لطي شبعك يا شبعك يا خرب بيتك. معقولة كل هالمسلسلات اللي عم نشوفها بالتلفزيون هيك تمر مرور الكرام من دون ما نتعلم منها؟ بس حبيبي دير بالك هالمرة زبطت معك ومرقت القصة على خير، بس المرة الثانية بجوز ما تزبط وتاكل فلق اخت الفلق اللي اكلتها اليوم. اخ لا تذكريني لسه رجلي ورمانين وعم ينجعوني من الفلق. الله لا يوفقك يا خفيف على الفلق طعمتني. روح روح. بتعرف يا استاذ سمير يعني انت اليوم اثبت انك من اصل هالحق. معك حق يا ابو الصيف، الاستاذ سمير كثير قلبه طيب واخلاقه ما في منها. من وقت ما تعرفت عليك يا استاذ سمير بحياتي كلها ما شفتك حقدت على حدا. شكرا لك. عفوا. ما دام معجبك كل هذا باخلاق الاستاذ سمير تجوزي. اختلطت. اشربي اشربي. يعني هو مزبوط الاستاذ سمير ما في منه بس شو؟ لانه فقير ما عنده فلوس؟ الغنى غنى نفسي يا انسه مو غنى الفلوس. بعدين انت وحده مثلك مثلنا ما عندك شيء. انا شو شايفه حالك علينا ما عم بعرف على شو؟ ابو الصيف انا ماني شايفه حالي بس يعني ما عم فكر هلا بالزواج. لك شو عم تفكر هلا؟ ابو الصيف الله يخليه تعرف تاكل خلاص وتفكر مثل ما بدها. تفضلي يا انسه تفضلي. يا حبيبي عم تاكلوا بدون ما تستنوني على طاقتكم. معزام صعب بلاشنا. يلا. لك وين قعدتي يا معزام؟ بدي اكل حبيبتي. معزام فهمان اكل فلقه وقدر ينزل يتعشى معنا. لك شفتي على الفلق؟ فلقه له رجلين نقتل. بعدين بكفي انه اكل فلقه يعني شرط ياكل مع الاكل كمان. معزام استني اذا بتريدي خذي له شويه اكل وطلعي له خليه يتعشى خطيه. حلو كثير باكل بعدين طلع له. لا هلا قبل ما تاكلي. هلا معزام معلش طعي خلاص انا ما بدك شوية اكل خلاص روحي شو بدك انتي. ماشي فهمت عليك ماشي. شو اخذ له؟ نحن سكبنا خذي له الباقي كله. لا شو الباقي كله؟
تاخذي له هذا الصحن لانه هذا الصنف رح يفيده بعد ما خلق لي اكله. عم بقول لك اكل فلقه هذا ما بكفي خذي له شغله ثانيه. وهي صحن مسبحه كمان. هدول كتار. شو كتار حرام؟ زي معزام بلا ما يسمن. أكل فلقة وبده ياكل أكل ما فشرت عينك تاكل سم الهاري. أنا اللي جوعانة يخرب بيتهم ما رضوا يطعموني بالمطبخ. يعني على عيونكم اشتغلوا على الفرصة يا جوزة فهمان هاخدهم لفهمان. الشهد بعتت لك بس هدول قال بيكفوا. ايه هدول ما بيطعموا صوص يا ام عزام. هو لانك صوص بعتت لك بس هدول. تعال بيني وبينك انا لازم اتصل بشهد وافهم منك كل شيء. لا لا تتصل بشهد، انا وجايه من هنيك لهون اكلت لي لقمه. ايه معناته انا لازم اتصل بشهد. لك لا لا تتصل لي بشهد، انا وجايه من هنيك لهون لعندك اكلت لقمتين. معناتها انا لازم اتاكد من شهد بشهد. هي علينا لا تتصل لا بشهد ولا بغير شهد، اكلت ثلاث لقمات. يعني حسد وضيقت عين ما هيك؟ التنتين سوا، وما عجبك روح بلطو للبحر، انحل عنا يا. لا قصدي يا معزم يعني بعد الفرقة اللي اكلت انا بيهون عليك فهمان المنجع ينام بلا اكل؟ لا لا الا هي نام بلا اكل بتبحر وليه هي ضايقتها شيء النوم قبل الاكل قبل الناك اكل بعد الاكل قبل النوم شيء عشيه يعني بياكلوا بيتعشوا بيناموا انا ما عندي هاي. لا الله يعني رايحه روحي. ما مين بعتي لي معزام صحن حمص وصحن بيض هدول اثنين لنهرق ليه؟ قام اكل كم عوض بياكل كباية. شو ها؟ ما مخلي لي شيء، شو بدي اكل انا هلا؟ يلا خلينا شيء، خير الله لسع الاكل. يلا على كل العدي محلي، انا شبعت. دايمة. صحة صحة. شو تشكركم فهمان؟ قال احسن من قرايبه طلعتوا انتم. يعني على شو عم تشكرنا؟ الاكل هذا من عند قرايبه خفيف يعني ما لنا دافعين حقه من جبتنا. قلتي. بدي كلي كلي. مين اجا؟ احسن شيء اعمل حالي نايم. قوم على تختك قوم نام هنيك يلا. قالك انت عم تقول خطي شو تراجعت عن كلامك ولا مالك رجال؟ لا رجال، الليله بتنام هون بس بكره ما في. ايه خلينا نعيش لبكره، ذكرتك اذا بتريد تشعل التلفزيون في مسلسل عم تابعه بدي اتفرج عليه. شعله لا اكتر مسلسل
شو تلفزيون ما تلفزيون؟ بدنا ننام عنا شغل بكره. نام حبيبي نام، هذي فاضي لك نوم. صباح الخير شهود. أهلين فهمان، صباح النور. شو شايفتك على غير عوايدك؟ طاب رجليك؟ ايه 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 طابه كتير. كتر خير لأبو سطيف، امبارح وصف لي وصفة طبية. شو هي؟ مي سخنة وملح وتوم. توم؟ ايه نقعد اجري فيهم، وحكى لي شي أربع نكت بجننوا. احكي لي اياهم. احكي اياهم يلا. الواحد مرته بيضة عم سلقها معيخة. واحد اشتغلتي كوماجي بايخة. طيب اسمعني النكتة الرابعة. هات لنشوف. الواحد صعيدي حب يعمل ليلة دخلته رومانسية، قام حرق غرفة النوم بتاعته. أبيخ من اللي قبله. إيه أبو سطيف اللي حكى لي إياها. إيه ما أنت وأبو سطيف أبيخ من بعض، روح جيب لي فنجان قهوة. من عيوني. لا من المطبخ. شهد؟ نعم. أنت شو اسمك؟ كيف عم تقلي شهد؟ كيف عم تسألني شو اسمي؟ لا يعني بقصد شو معنات شهدين؟ يعني شهدين ما شافوش حاجة. حلوة لا تقلي حلوة. حلوة. ايه روح جيب الفنجان. الله يشفي. هذا الرسول لك وداية لشو؟ شوفي لي اشتغلي؟ طيب يلا بسرعة. شرفي يا حياتي حبيبي. ان شاء الله بتقبشي قلبي حبيبي. شو رايك تقلي الحمد لله على السلامه بالاول؟ قصدي الحمد لله على سلامتنا انا وياك. اكيد حبيبي الحمد لله على سلامتك. الشناتي لا وين رحتي؟ لك شو حاطط لي كلمه فيهم؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. في إلنا حجز باسم احمد وامل. عفوا احمد وامل. غرفه عرسان ما هيك؟ ليش شو شايفتينا؟ انا شايفه عريس وعروس متجوزين بورشه مكاني. ما في داعي للضحك يا انسه.
أنا آسفة أستاذ. شو في شغلك؟ أنا بكرر أسفي يا جماعة. مو مشكلة. مبروك مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكي. ممكن دفتر العائلة أستاذ؟ سك الزواج بيمشي حاله؟ لك منين جبتي سك الزواج؟ مو شغلك. مو شغلي مو شغلي. إن شاء الله عفو. الله يبارك فيك. إن شاء الله عقبال. على شو عم تذبح لي؟ شو هذا؟ طول بالك استاذ طول بالك. لك شو طول بالك؟ عرسان شو طاسس حضرتك؟ فهمان وصلوا لنا غرفة 316، هي استاذ أحسن غرفة عندنا، تفضلوا تفضلوا. جاي تعملوا شغل أسهل عنا. جاي. هي أول مرة بشوف شهر عسل بشحمه. هلا روح. نحن الأبيض كانت شحة مثل الفستان المغوصة تبعك. لا تحكي شي على الفوكس فاجي، هلا ما عاد تعجبك؟ عارف ما حد بيقدر أول شهر عسل، بصير اسمه وصل. لك روح خلصنا. بعدين قلت يلا ما حبيت اللي نسوي شهر العسل بالقدام. ابن خالتي شيرين ما أحسن مني حتى تساوي شهر لحد العسل تبعك. ولي يا روحي يا روحي. تحت سقف واحد الله يخلي لي الوش. شو عم تساوي هون؟ عريس بدي وصيك وصية. تفضل. افتح العلبة من جهة فوق مشان يطلع لك عسل مو من جهة تحت مشان ما يطلع لك بصل. لا تخاف علبتنا كلياتها عسل ان شاء الله وشلطك مكفول. عروس احكي لك نكتة؟ هلا مو وقتك روح. احمد مس نكتة يا امل هلا وقت النكات خلصنا احكي. بزمانك كان في عريس وعروس جاي لعنا على الاوتيل، هن وطالعين تفركشت العروس، قام دخلت العريس حط ايده تحت ظهرها قال لها تقبري عظامي ريت انا ولا انت. ثاني يوم هن نازلين على الفطور، وقعت العروس تفشكلت، قام قال لها يبلاك بقرف رقبتك شو ما بتصي ضربك العمل؟ بايخه حليل عريس مور اذا ما كفك شهد عنا شهدين تحت، ولا لا هي الي انا. ارون الي اروح. فهمت عليك تعال. جربي شو هي؟ بخشيش. إيه. انا بخشيش ما باخذ. شرف خذ البخشيش اشتري للعروس نظارات مشان ما تفركش. لك اروح انا ليه وخلصنا منك. هي سبيتها لحالنا. احمد يمينك عنه. ما بدي طالع علبة البارفان؟ مو قبل ما تغسل وشك. لا انت بتأمريني امل. احمد؟ يا عيون احمد. انت شو وعدتني تساوي اول ليلة من عرسنا؟ ذكريني والله نسيت. وقتها كنا عم نحضر فيلم مصري. مزبوط لما فريد سوي حملة لشادية. ليش هين على المطعم؟ لأنه قالوا لنا بيقدموا وجبات طيبة. مزبوط عنا شيء بياكل الأخضر واليابس. شرفوا هاي المطعم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفتونا. يا أهلا وسهلا. إيه إيه فهمت عليكي. أوكي أوكي خلص. شهد؟ أوكي. نعم. شو القصة؟ أنا قصة. قصة العريس والعروس. شبهوا؟ ليش هيك تيابوا الوسخة وعليها شحم؟ لك وأنا شو بعرفني؟ شو هيك العادات والتقاليد عندهم؟ لا 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 مو شغلة عادات وتقاليد، الشغلة فيها إنا. شوف فهمان ما بدنا مشاكل جديدة هم ناقصنا، لا تحشر أنفك باللي مالك فيه. ليكي أنا شفت كثير مسلسلات بس ما شفت مثل هيك مشهد. سيدي عيش كثير بتشوف كثير. أيوه مزبوط مزبوط. شوف فهمان لا تتدخلها وأنا هعتبر حالي كل هالحكي اللي حكيته ما سمعته. ما سمعتي. ما سمعتي. معزة. ها؟
هذه البشارة. بشارة شو؟ اجانا زبالة. جدا؟ ايه عريس وعروس. اجاني؟ اجاني بلغة العرب. ليش العرب شبه ما بيعرفوا يتجوزوا بيعرفوا يتجوزوا. ايه انت ادرى. طبعا انا ادرى. تعال الرهيب. لعند العرايس. لا اوعى تطلع لعندهم خليهم يرتاحوا شوي لانه بالعربي عنا عيار العروس 3 ايام، بالاجنبي 3 شهور. لك يستبدل وش. لك امولتي شو صار معك؟ طيب حمام بده ساعة، أنا 5 دقايق ما أكل حمامي. حبيبي ساعة لا رح أشرح، بس لحظة عم ساوي مكياج وطالعة. خلصوا. نعيماً نعيماً. الله ينعم عليك حبيبي. إن شاء الله بيقبرني الوش. طلبي، أمري خرطوش فردك. فنجانين قهوة حبيبي. فنجانين قهوة؟ هلا وقت الفنجانين قهوة؟ هلا بناكل عسل وبشربك أحلى فنجانين قهوة. حبيبي القهوة بعد العسل بتطلع مرة. ايه مظبوط، بمرمر تمك. بمرمر تمك! أحمد بلال دخلته بمرمر تمك! ألو، يعطيك العافية. بدي فنجانين قهوة. يا عيني عليكي حزرتي.